قال نائب وزير الأعلام اليمني عبد الجندي إن الرئيس علي عبد الله صالح لن يسافر إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أعضاء في الحزب طلبوا منه البقاء والمساعدة في ضمان أن يخلفه نائبه عبد رب منصور هادي في الانتخابات المقررة في فبراير شباط المقبل. في خطوة رأى فيها البعض مؤشرا على تصعيد مرتقب، عاد نائب وزير الإعلام اليمني إلى عقد مؤتمراته الصحفية الشهيرة التي بدأت منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ولم تتوقف إلا بأمر من وزير الإعلام في حكومة الوفاق الوطني علي العمراني. نائب وزير الإعلام عبد الجندي المنتمي لحزب الرئيس صالح كشف عن خلافات عميقة بين أطراف الائتلاف الحاكم، كما أكد أن الرئيس اليمني لن يغادر البلاد للعلاج في الخارج وسيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد رب منصور هادي. فكرة السفر أصبحت إلى حد كبير جدا مستبعدة، لأنهم يخشوا بأن الرئيس يسافر الولايات المتحدة الأمريكية وتتعثر عملية تطبيق المبادرة الخليجية ولا يصلوا فعلا إلى الانتخابات أو لا تنجح الانتخابات، وهو بقاؤه فقط إذا ما بقى ولم يسافر سيبقى من أجل إنجاح الانتخابات وبالتالي ضمان نجاح مرشح الوفاق الوطني. إلى ذلك أعلنت النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أنها تسلمت ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وبشرت التحقيق في حادثة مسجد دار الرئاسة التي أصيب فيها الرئيس صالح وعدد من كبار معاونيه في 3 يونيو حزيران من العام الماضي. قد يكون إحالة مثل هذا الملف على اعتبار أنه ما زالت هناك وجود أو بعض الوجوه ما زالت تعارض إعطاء الرئيس مثل هذه الحصانة أو طرح قانون للمصالحة العامة، ومن ثم يصبح مثل طرح هذه المواضع في هذه الفترة هي كنوع من المقايضة أو للضغط على الطرف الآخر ليتم تنازلتنا للحصول على تنازلات في جانب آخر. وفيما كانت اللجنة العليا للانتخابات في اليمن قد بدأت بعض الخطوات الإجرائية بشأن التحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في 21 فبراير شباط المقبل، ينظر المراقبون إلى أن المدة الزمنية القصيرة التي تفصل اليمنيين عن الانتخابات تعد التحدي الأصعب لإنجاز استحقاق التسوية السياسية في ظل مهاترات واتهامات متبادلة بخرق المبادرة الخليجية. وفي خضم كل هذه التطورات فإن ما يهم المواطن اليمني البسيط هو أن يرى إجراءات عملية ملموسة على الأرض للتخفيف من المعاناة التي خلفتها الأزمة. عبد العزيز الهياج، روسيا اليوم.